عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. ها هي البداية إذن. يعرف بيل بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. رمية جانبية، رمية جانبية لم تنفذ بشكل مطلوب. رامزي، جاريث بيل، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا هدف ويلز، ويسجلون الهدف الافتتاحي. كرة أرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. أحرزوا الهدف الأول في توقيت مبكر. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يقطع الكرة، الكرة ملعوبة إلى الأمام. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. الكرة ملعوبة من مسافة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طويلة للأمام، يغير اتجاه اللاعب على الجناح، يلعبها لمنطقة الخطر بضغط قوي. تمكن من بورسن، هجمة مرتدة الآن. بورسن يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. بولسن بولسن يمر ويلعب كرة بينية. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية،
في هذا اللقاء وأيضا تألق كبير أمام المرمى. ننطلق مع بداية الشوط الثاني. ويلز يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضا الهدف الوحيد لا يبعث على اطمئنان، لابد من بحث عن هدف ثاني لتأكيد هذا التقدم والانتصار. كرة طولية إلى الأمام، جاريث بيل، ألين يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يلعب كرة بينية، يعدي إلى منطقة والتسديد. بولسون يلعب الكرة العرضية، يحصل عليها بولسون، تسديده في اتجاه المرمى. كرة على الطرف، وستكون هنا رمية تماس. يندفع بقوة إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن. الله على التدخل في هذا، بولسون الكرة داخل الشباك. الدنمارك تعادلوا في النتيجة الآن. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. بولسون لمسة بينية، بولسون هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. كرة إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. تغيير لاعب على الأجناب، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. ها هي صافرة النهاية، نتيجة التعادل قد تكون هي العادلة بعد جهد كبير. مباراة طيبة من كلا الفريقين. يا إلهي يا الله على هذه